اهلا وسهلا في فيديو جديد. اليوم راح نفرجيكم كيف تنغسل السياره في الماكينه اللي بتبقى في الترومبا في محطه البنزين. ب10 ليرات بتغسل السياره من برا، طبعا هي لحالها بتحط صابونه وبتنشف وكل اشي، بتغسلها من برا ومن جوا كمان في مكنسه خاصه للسياره، مكنسه كهرباء بليرتين بتنظف من جوا انت عاد كيف ما بدك. طبعا هاي الماكينه زي ما انتم شايفين هي هنا، وهذه اللي هو الكهرباء، وهذه الماكينه اللي اللي بتحط فيها الورقه اللي اشتريتها، بتحط الرقم فبشغل لك ايش الكهرباء. الورقه بتشتريها ب10 ليرات من المحطه، يعني ب10 ليرات تغسل السياره. راح نحط السياره هان وراح تغسلها بخمس دقائق وراح تنشفها كمان، يعني هذه الماكينه بتعمل غسيل وتنشيف وكل شيء. وبقول لك تعليمات هان، ممنوع انك تبقى، يعني ممنوع يبقى في اشخاص جوا هنا في السيارة. مش مشكلة، احنا حنصور من جوا السيارة. هنا في كهرباء لانه بيبقى تحت. هنا شوية تعليمات اللي هو لازم تسكر السيارة، ممنوع تمشي السيارة اعوج، خليها عدل زي هيك. راح ندخل من جوا ونشوفها كيف بدها تغسلها من جوا. راح ناخذ دش مع بعض. هاي بلشت. اول اشي بتعطي صابونة، شايفين كيف القزاز؟ بتعطي صابونة، طلع حتى اللي فوق البانوراما. نشوف كيف بدها تغسل. انقيتها بترش مية، ترى كيف؟ جنب كمان كنت تعمل كمان جولة. هلقيت تعمل تنشيف يا جماعة، طلعوا كيف حينشف الإقزاز، حيروح المية، كل المية اللي على الإقزاز راح تروح، طلعوا كيف؟ شايفين كيف المية اللي على الإقزاز كلها راحت، عاود ترجع تنشف كمان مرة. صار يوم معلم الاكسس. هيك خلصنا، شايفين كيف صارت السيارة؟ صارت تلمع لمعة جانس، طلعوا كيف؟ شايفين هذه مكنسة الكهرباء، هاي الماكينة ماكينة الكهرباء، هذه مكنسة الكهرباء بس بتحط هنا ليرتين. شايفين كيف السيارة من جوا بتلمع لمع، ومن برا كمان الإزاز نظيف وكل شيء نظيف. طبعا زي ما انتم شفتوا انغسلت السيارة كلها من برا، واحنا شطبناها من جوا شوية. يعني اعمل لايك وشير لحتى يصلك كل شيء جديد، واكتب لي في التعليقات شو حابب تعرف عن تركيا علشان انا اصور لكم كل حاجة في تركيا. في امان الله.